بيكم في أول حلقة من برنامج كليك تكنو. هنتكلم النهاردة على أنواع الهاكرز اللي ممكن يخترقوا أي جهاز متوصل بالإنترنت، سواء كان بي سي أو لابتوب أو موبايل. النوع الأول هو البلاك هات، وده من أسوأ الهاكرز لأنه بيخترق المؤسسات والأشخاص بهدف التحدي وبس. النوع الثاني هو الوايت هات، وده من أحسن أنواع الهاكرز لأنه بيعمل على اكتشاف الثغرات كنوع من المساعدة لحل المشاكل الأمنية، وبيعمل ده بدون أي مقابل. النوع الثالث الجراي هات، والنوع ده مشكلة ما تقدرش تحدد هو عايز إيه بالظبط، لأنه بيكون في النص ما بين البلاك والوايت، يعني الصبح يقدر يساعدك وبالليل ممكن تكون ضحيته. أما النوع الرابع فهو البلو هات، وسبب الاسم ده إن شركة مايكروسوفت اللي بيميزها اللون الأزرق من أوائل الشركات اللي استعانت بالنوع ده من الهاكرز. البلو هاكرز بيكونوا من خارج المؤسسة وبيطلبوا لفحص الأنظمة وتقديم حلول للمشكلات الأمنية. النوع الخامس الجرين هات، وده بيدرس الهاكينج بشغف كبير وبيطبقه بهدف الفضول، ومهما عرف أكتر ما بيأذيش حد. وفي نوع مشهور جدا في الوطن العربي اسمه سكريبت كيدز، اللي بيستخدمه بتكون مهاراته ضعيفة وما عندوش معلومات كفاية لدرجة انه ممكن يأذي نفسه. بيستخدم برامج جاهزة للمراقبة والهاكينج زي اللي شفناها في مسلسل هذا المساء. وبكده تكون خلصت حلقتنا. استنونا في الحلقة الجاية من كليك تكنو، هنتكلم فيها عن الاندرويد هاكينج وطرق الحماية منه.